انا جاي اشتري منك عفش وانت راجل بتبيع عفش مثلا في دمياط. السلام عليكم، بكام يا باشا الانتريه؟ تمام، اتفضل يا بيه في الانتريه ب 20,000 جنيه. تمام كده، دفعت ال 20,000 جنيه، مين بقى اللي مسؤول؟ خلاص ده عقد واتفقنا انا اشتري المكان بتاع ده ب 20,000 جنيه. نسينا نتفق على مين اللي هيشيل ومين اللي هيوصل ومين اللي هيتحمل تكاليف النقل والتوصيل. نسينا نتفق مين المفروض ينقل على حساب مين اللي اشترى. دي قاعدة مكملة، قاعدة يلا مكملة نسينا نتفق عليها. فالقانون بيقول الشاري المشتري هو اللي يتحمل تكاليف النقل والتوصيل. يبقى سعادتك يا باشا تروح تجيب عربية نقل وتجيب العفش وتنقله لغاية بيتك ما لم يتفق الأطراف على خلاف. ممكن يقول لك يا باشا ب 20,000 جنيه تقول لا كتير، تقعد تفاصل معاه. ده عند الراجل اللي قبلك ب 10,000 جنيه مشاه يا باشا 20,000 جنيه وهجيبه لك لغايه البيت وهطلعه لك لغايه الشقه. فهنا الراجل بيتفق معاك على خلاف ذلك. خلاص، ان هو رغم ان هو البياع المفروض انت اللي تنقل الحاجه على حسابك انت المشتري، بس اتفقنا على خلاف ذلك ان هو هيجيب لك الحاجه لغايه عندك. زي النهارده اتصل ب 9923399 تصلك لحد البيت. تمام كده، فهنا هم اتفقوا معاك ان هم يوصلوا لك الحاجه لغايه الايه؟ البيت. طب نسينا نتفق، نرجع للقانون. هنلاقي القانون فيه قاعده مكمله بيقول اللي اشترى الحاجه هو اللي يتحمل تكاليف الايه؟ النقل. النهارده هنتكلم في بارت 9 arbitration. هنقعد نعمل شويه مقارنات. زي ايه؟ نقعد نقول ايه domestic arbitration وinternational ايه؟ يعني تحكيم ايه؟ محلي وتحكيم دولي. تمام كده؟ فنقعد نعمل شويه مقارنات. نبتدي يلا بالdomestic arbitration، نخلص الاول من على البورد، نمسك من الورق بعد كده نمسك العنوان الباقي. اوكي، هنتكلم اول حاجه على domestic arbitration وinternational arbitration. عايز كلمه ثانيه بدل domestic، كلمه ايه؟ local national. صح كده، كل حاجه سهله بالنسبه لنا. طيب ايه هو التحكيم المحلي وازاي نفرق ما بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي؟ خلاص، عمليا او in practice we distinguish من خلال اربع نقط زي ما انتم شايفين. اول نقطه بقول لك نطاق الاجراءات. نطاق ايه يا الله؟ يعني هو المفروض ان التحكيم كله بالاتفاق وكله بالحب. خلاص، ولكن في عنصر مهم جدا اسمه البليس او السيت. ايه البليس ده؟ المكان اللي احنا هنتفق عليه اللي هيحصل فيه التحكيم، مكان الجلسات، الدوله اللي هنتقابل فيها، المقر اللي هنتقابل فيه. تمام، اللي بناء عليه هيتحدد القانون. يبقى الى اي درجه نطاق البروسيجرز از ريجيليتد باي لا. فنفرق من خلال اربع نقط. اوكي، اول نقطه بيقول لك الى اي درجه الاجراءات بيتم تنظيمها بالقانون. والله يا باشا القانون دايما بينظم كل حاجه، بالذات الحاجات اللي احنا بننساها، بالذات الحاجات اللي يلا على سبيل المثال نسينا نتفق ايه هي اللغه اللي هيتم بيها الاجراءات، نسينا نتفق ايه هي اللغه اللي هيتكتب بيها الورق والجلسات. تبقى ايه هي اللغه؟ اللغه على حسب المكان. والله احنا بنتحكم في مصر، يبقى اللغه هتكون اللغه الايه؟ ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك. يعني هي قاعده مكمله. تمام، فممكن نقول رغم ان احنا في مصر هنتكلم بالصيني، هنتكلم بالانجليزي، عشان في الاخر في شركات مالتي ناشونال او في شركاء اجانب معانا في الشركه، فعايزينهم يشوفوا اللغه الانجليزيه. طب نسينا نتفق، فهنلاقي دايما القانون بينظم لنا القواعد اللي احنا بننساها. تمام كده، فالاجراءات بتتنظم بالقانون. طيب القانون معتمد على ايه؟ البليس او السيت اللي احنا بنختاره. تمام كده، طيب الدوميستيك دايما بيكون التحكيم المحلي مرتبط بمكان الاطراف. يعني انا مصري وانت مصري وما شربتش مننا، يبقى احنا فين؟ في مصر. يبقى غالبا في التحكيم المحلي الاطراف هيكون ليهم ايه؟ كونكشن. كونكشن بايه؟ بالمكان محل النزاع. انا مصري وانت مصري، فالمكان هيبقى مصر، واحنا جنسيتنا مصري، فمرتبطين بالمكان، مرتبطين يلا، ففي كونكشن. على عكس الدولي، خلاص القاعده العامه فيه ان احنا بنحاول نختار مكان ملناش بيه كونكشن. يبقى في الانترناشنال البليس بيكون لينا كونكشن ولا نو كونكشن؟ وخد بالك دي القاعده العامه، يعني قاعده مكمله مش قاعده امره. يعني والله انا مصري بتشاكل مع واحد من الصين، نقوم قايلين ايه؟ بص احنا هنحل النزاع ده في فنلندا، او هنحل النزاع ده في دوله من دول اوروبا او السعوديه. ليه؟ باعتبارها نيوترال، باعتبارها يلا نيوترال. فبالتالي لما احنا نختار السعوديه، انا مصري وانت صيني. تمام كده، فبدل ما نختار مصر فالقانون هيبقى مصري، او نختار الصين فالقانون هيبقى صيني. فالقاعده العامه هنميل لمكان ما يكونش لينا معاه كونكشن. ايه الحكمه من كده في التحكيم الدولي؟ ليه هنختار مكان ملناش فيه معاه كونكشن؟
عشان يبقى محايد بمنتهى البساطه. طب هل دي قاعده امره؟ لا. ممكن انا وانت نتفق ان الحل يبقى في الصين، ممكن انا وانت نتفق ان الحل يبقى في مصر، لكن الغالب القاعده العامه في التحكيم الدولي بنختار مكان ايه؟ محايد، لا هو تبع ولا هو تبع. تمام كده؟ نخش على النقطه الثانيه في الدومستيك، او نتكلم على البارتس. انا اتكلم على يلا بارتس، الاطراف في اطراف النزاع ممكن يكونوا ايه؟ فرد وفرد، زي برايفت ايه انديفيديوالز، ممكن تكون شركه وشركه، ممكن تكون دوله ودوله. خلاص احنا اخذنا طابه من اسرائيل بالتحكيم، تمام كده؟ يعني موجود في معاهده كام ديفيد ان لو حصل مشكله ما بيننا وما بين الكيان الصهيوني المعفن ده، تمام، ان احنا نلجأ ليه؟ للتحكيم. فكنا بنشكل على ارض طاب، وكمان كنا بنشكل على ام الرشراش اللي هي ايلات اللي هم مقلبيننا فيها برضو لغايه دلوقتي على فكره بيزاوي، تمام. المهم فاحنا بنشكل على حته الارض دي، فبدل ما نخش في صراعات ونخش في حرب وي 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 لجأنا لايه؟ للتحكيم الدولي. تمام كده؟ خلاصه الكلام ان ممكن يكون وفي الاخر خدنا طابه، بس خدناه بالايه؟ بالتحكيم مش بالحرب. اوكي، يبقى ممكن اطراف النزاع يكون يلا دوله ودوله بنشكل على حته ارض او حدود، تمام. ممكن تكون ستيت انتيتيز، تكون ستيت ايه يلا انتيتي. يبقى مين هم الاطراف عامه؟ ممكن يكون يلا فرد عادي او شركات او دول او ستيت انتيتيز. يعني ستيت انتيتيز زي وزاره النقل والمواصلات بتتشاكل مع وزاره الصحه مثلا، فده ستيت انتيتي وده ستيت ايه انتيتي، تمام. يبقى دول الافراد جنرال، افراد يلا جنرال، تمام كده. طيب لما نيجي نبص للتحكيم المحلي معايا، في معظم الاحوال، في معظم الاحوال بيكون الافراد في التحكيم المحلي بيكونوا افراد عاديه، افراد يلا عاديه، ممكن يكونوا دول وممكن يكونوا شركات، بس في الغالب هيكونوا ايه؟ ها، في التحكيم المحلي في الغالب هيكونوا ايه؟ افراد عاديه، ده في الغالب معظم الحالات، ماشي. اما في التحكيم الدولي بيكونوا ايه؟ ممكن يكونوا افراد، ممكن، بس دي هتبقى حاله نادره. لكن في الغالب في الدوله هيبقوا يلا شركات او دول ودول بتتشاكل مع بعض، او هيئات او مؤسسات تابعه حكوميه مع مؤسسات حكوميه اخرى. يبقى هنا انا بقول في الغالب، ماشي، يبقى دول كل شكل الاطراف. طيب الشركات عندها مستشارين وعندها مجلس اداره، الدول عندها وزراء وعندها مستشارين والدنيا كبيره، خلاص، فما بيحتاجوش فكره حمايه المستهلك. ايه يا عم شادي اللي جاب حمايه المستهلك؟ احنا مش اقتصاد دلوقتي. الفقه بيتكلم على كلمه حمايه المستهلك اللي هي زي فكره حمايه الطرف الضعيف، حمايه يلا الطرف الضعيف، اللي هو طرف مش فاهم حاجه، خلاص انا داخل فيلا نكتب عقد، يلا نكتب عقد، يلا نكتب شرط تحكيم، يلا نكتب شرط تحكيم. يعني ايه شرط تحكيم؟ يعني لو حصل مشكله ما بيننا في المستقبل سنلجا موافق موافق، ماضيت ماضي. جينا بقى للتحكيم، لا انا فاهم يعني ايه تحكيم، ولا انا فاهم حاجه، ومحدش فاهم حاجه، تلات فرخات ودجاجه. يعني انا ايه دلوقتي؟ راجل عبيط مش فاهم اي حاجه. يتدخل القانون بفكره اسمها الكونسيومر ايه؟ بروتكشن. ففكره الكونسيومر بروتكشن بتكون موجوده اكتر فين؟ في التحكيم المحلي. ليه؟ لحمايه الافراد العاديه اللي هم اصلا ادراكهم بالقانون بيكون قليل. على العكس فكره الكونسيومر بروتكشن بتبقى نادره جدا في التحكيم الدولي، لان انت جاي معاك ايه؟ دولة وشركة ومؤسسات دولية، جاية بإيه بقى؟ بالوزراء والمستشارين بتوعها وراك دولة يا باشا، فهم كده كده فاهمين، فمش محتاجين لفكرة حماية الإيه؟ مستهلك. يبقى حماية المستهلك دي بتظهر إمتى أكتر؟ مع الأفراد، وبتظهر في الانترناشونال ولا الدوميستيك؟ الدوميستيك، تمام كده؟ نخش على بعده. هنتكلم دلوقتي على السامز، أي نزاع له قيمة، له يلا قيمة أو مبلغ. ولما أقول سام مش معناها مبلغ نقدي قد ما ممكن يكون معناها محل النزاع أو قيمة النزاع، ممكن يكون مشاكل على الأرض. مش بتتشكل على مليون، الارض دي بقى تسوى 10 مليون 5 مليون، فاحنا بنقصد بكلمه سامز يلا القيمه بتاعت محل النزاع او المبلغ اللي احنا بنتشكل عليه بيه، نركز، تمام؟ اذا بالعقل والمنطق المبالغ الماليه هتكون اكتر فين؟ في الدوله ولا في المحلي؟ الدولي طبعا. فنلاقي ان المبالغ الماليه السامز في الانترناشونال اكتر نسبيا، اكتر يلا نسبيا من مين؟ من السامز بتاعت مين؟ المحلي. هل معنى كده ان التحكيم المحلي بيتكلم في ملاليم؟ لا، احيانا ممكن توصل لملايين، بس نسبيا مين الاكتر؟ يعني نسبيا لو قارنا، نسبيا ده بالنسبه لده لو قارنا، مين اللي مبالغ فيه بتكون اكتر؟ دولي. تمام كده؟ جميل. نخش على اخر حاجه. احيانا في بعض الدول، ودي حاله فيري رير يعني نادره جدا، بتكون الدوله نفسها بتحط ريستريكشن، بتحط يلا ريستريكشنز. يعني ايه ريستريكشنز؟ قيود. ان سم استيتس تيجي الدوله تقول والله انا مش هسمح للشركات الحكوميه اللي هي شركات القطاع العام والوزارات والمؤسسات بتاعت الدوله، او الدوله نفسها
انا مش مسموح لي بالتحكيم الا التحكيم الدولي. يعني الدولة هنا بتحرم نفسها من التحكيم الايه؟ المحلي، ومش مسموح لها الا بالتحكيم الدولي في المعاملات الدولية. ده بيكون موجود في بعض الدول، تمام؟ ده ليه؟ عشان يقول لك انا كدولة لو وقعت في مشكلة بلجأ للقضاء، بلجأ يلا للقضاء. اما امتى الجأ للتحكيم الدولي؟ لو كنت بقى في معاملات دولية فقط، فما بتخشش بفكرة التحكيم المحلي، او ما بتاخدش فكرة التحكيم المحلي، تمام؟ طيب هل يا ترى بعد كل الأهمية دي دولي ومحلي ودولي ومحلي، هل في بقى تعريف؟ خلاص، هل في جنرال اجريمنت او اتفاق عام على ما هو التحكيم الدولي؟ يعني علم، عرف، ايه هو التحكيم الدولي؟ هنلاقي في تعريف واضح وصريح او في اتفاق ما بين الفقهاء؟ لا، مفيش اتفاق. يبقى نو جنرال اجريمنت. نو يلا على ديفينيشن لمين؟ للانترناشنال اربيتريشن. ولكن هنجيب كلمه انترناشنال ونطلع منها ثلاث معاني. يبقى انا هنا بعرف انترناشنال اربيتريشن، ولا بجيب كلمه انترناشنال لوحدها؟ كلمه انترناشنال لوحدها، يعني وهستنبط منها او هطلع منها ثلاث معاني، تمام؟ طيب يلا بينا. ذا تيرم انترناشنال او ذا وورد ايه؟ انترناشنال. يبقى انا باخدها ككلمه او كتيرم. اول حاجه كلمه انترناشنال بتدل على طبيعه النزاع، ان طبيعه النزاع ده صغير ولا كبير وفي جنسيات كتيره. فده دخلنا على النقطه اللي بعدها، هل كلهم هيكونوا جنسيه واحده ولا في تعدد في الجنسيات؟ تعدد في الجنسيات. يبقى انا كده بتكلم على ناشوناليتي اوف بارتيز، تمام كده؟ يبقى طبيعه النزاع دولي مش محلي، اطراف النزاع فيهم تعدد في الجنسيات، يبقى بتكلم على جنسيه الاطراف، تمام كده؟ ثلاثة، الموديل لا. الموديل يلا، دايما الدول او الشركات اللي بتتنازع في التحكيم الدولي بتحاول تختار موديل نيوترال. موديل يلا، انا مصري وانت صيني، انت شركه مصريه وشركه صينيه، فلا هيختاروا قانون مصري ولا هيختاروا قانون صيني، غالبا هيختاروا قانون ثالث ومكان ثالث عشان يبقى فيه حياديه. اختار النموذج بتاع الامم المتحده، نختار النموذج بتاع امريكا، لكن لا هنختار النموذج بتاع مصر ولا الصين عشان يبقى فيه نوع من انواع الايه؟ الحياديه، تمام؟ وهنا انا بعمل ميكس ما بين النقطتين الاولانيين. يعني هنعمل ميكس، يعني فكره الموديل لو دي عشان اجيبها هعمل ميكس ما بين الطبيعه والجنسيه، وهنعتمد على مكان، المكان ده برضو يكون ايه؟ محايد، تمام؟ في حته الموديل لو بنعمل يلا ميكس. يعني ميكس هنعمل بلند، بلند يعني ميكس، بلند يعني يلا ميكس، حتى البلندر الخلاط يقولوا عليه بلندر. فانا هعمل بلند او ميكس ما بين اول نقطتين، طبيعه النزاع دولي وجنسيه الاطراف فيها تعدد في الجنسيات، فبنختار نموذج معين يناسبنا وبنختار مكان محايد يناسبنا، تمام كده؟ خلاص شباب فهمنا كل ده؟ نخش يلا على الورق نقراه عشان ده شبح الاشباح، فنفهم ده الاول قبل ما نخش على الشبح. domestic arbitration and international arbitration. هنفرق ما بين التحكيم المحلي والتحكيم اللي يلا دولي. اول باراجراف بيقول لك ان كلمه international marks، يعني marks بتعلم او بتبين او بتوضح الفرق ما بين نوعين من الاربيتريشن. الاربيتريشن الاولاني which is purely national purely domestic، يبقى النوع الاولاني بيقول يلا purely national او purely يلا يعني تحكيم محلي خالص او تام، تمام؟ والنوع الثاني هنسميه ثاني سطر arbitration which، arbitration يلا which، خلاص عكسه بقى هيبقى which ايه؟ مش محلي، يبقى بيتجاوز فكره المحليه، عابر للحدود. يبقى ايه يعني عابر للحدود؟ يبقى ايه؟ دولي. يبقى arbitration which transcends، يعني transcends يعني بيوند، ترانسنس يعني يلا بيوند، بيتجاوز الناشونال باوندرز، بيتجاوز الحدود الوطنيه، اي بمعنى انترناشونال، او الكلمه اللي جايه دي مهمه جدا ترانس ناشونال. ترانس يلا، خد بالك ترانس ده المقطع الاولاني من فيرب ترانسند، شايفين فيرب ترانسند؟ ترانسند يتجاوز. لو خدنا المقطع الاول من ترانس يبقى ترانس ناشونال يعني ايه؟ عابر للحدود. يعني عابر للحدود؟ يعني دولي، تمام كده؟ فهمنا المصطلحات؟ خدش على بعض يلا. ان براكتس هنفرق من خلال كام نقطة؟ ستة ولا سبعة؟ أربعة. نصحصح، كام نقطة؟ أربعة، تمام؟ يلا. أول نقطة بيقول لك the extent of the procedure in any arbitration is regulated by law. يعني الإجراءات اللي إحنا هنمشي عليها إلى أي درجة بينظمها الإيه؟ القانون. والله يا باشا إحنا بنتفق على اللي إحنا عايزينه، طب أي حاجة هننساها نتفق عليها، القانون هو اللي هينظمها، تمام كده؟ طيب القانون ده نجيبه منين؟ That law is normally the law of the place. The norm is the law. يلا. القاعدة العامة ان احنا بنمشي على قانون الايه؟ المكان او قانون محل النزاع، تمام؟ اللي بنمشي معاه في تاني سطر هتلاقي كلمة سيت، يبقى place هي اياها سيت، وقال لنا من الحصة اللي فاتت. طيب انزل على السطر الثالث بيقول لك ايه؟ The international arbitration unlike على عكس الناشونال او الدوميستيك counterpart. يعني ايه counterpart؟ نظيره. يبقى احنا عندنا اثنين وزراء، الدولي والايه؟ والمحلي. الدولي على عكس المحلي، يبقى انا هتكلم على مين دلوقتي؟
الدولي. يقول لك الدولي التحكيم الدولي في ثالث سطر على عكس المحلي. ماله؟ The parties usually have connection ولا have no connection؟ ودي نسميها القاعدة العامة. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. غالبا هنختار مكان محايد. مكان يلا؟ لا هو تبع ولا هو تبعك. ده المسألة دولية. تمام؟ يبقى seat of arbitration. يبقى indeed الباراجراف اللي بعده بنوضح ليه ما بيكونش لنا ارتباط بالمكان في الدولي. تمام؟ واحد مصري واحد صيني نختار أمريكا، نختار فنلندا، نختار دولة في أوروبا، نختار السعودية، المهم مش مصر ولا الصين عشان نضمن الحيادية. إذن indeed the seat will generally، احنا هنا ما زلنا نتكلم على الدولة. indeed حقا حسنا يلا. seat will generally have been chosen by the parties. مين اللي بيختار المكان؟ الأطراف. طيب فاكرين التحكيم المؤسسي بتاع المرة اللي فاتت؟ احيانا المؤسسه بتساعدنا في اختيار المكان. تمام؟ واختيار المحكمين لو فشلنا كمان في اختيار المحكمين. تمام؟ or by arbitral institution precisely because. تمام؟ ليه بقى بالذات؟ خلاص؟ it is the place where the parties have no connection. طب انا استفدت ايه لما انا have no connection؟ ان المكان ده هيبقى محايد. اللي هي فين بقى محايد؟ neutral. تمام كده؟ ونسمي دي القاعده العامه. ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. عايزين نقول ما لم يتطابق الاطراف على خلاف ذلك بالانجليزي. نقولها ازاي ده يا مرسي؟ يلا. Unless the parties agree otherwise. Unless ايه يلا؟ The parties agree otherwise. يعني the parties agree otherwise. Unless الا اذا the parties agree الاطراف اتفقوا على خلاف ذلك. Otherwise حاجه ثانيه يعني. ماشي؟ طيب نخش على ثاني بوينت. Secondly the parties to international arbitration مالهم يا معلم؟ are usually but not always. وخد بالك من الصيغه دي عشان تتكرر كتير. اما اقول usually جاي من usual، ويوجوالي يعني يلا عاده غالبا، عاده او غالبا. تمام؟ but not always ولكن ليس دائما. يعني يقصد يقول ايه بالصيغه دي؟ ان لها قاعده عامه، قاعده عامه بس لها استثناءات. خد بالك ده مش دايما، ده غالبا بس مش دايما. يعني غالبا بس مش دايما؟ يعني في دي يعني اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده قاعده عامه بس ليها استثناءات بمنتهى البساطه. تمام؟ يبقى كل ما قابل الصيغه دي اعتمد جنرال رول. ماشي؟ يلا. بيقول لك الاطراف غالبا خلاص عاده ار يوجوالي بات نوت اولويز كوربوريشنز او ستيتس او ستيت انتيتيز. ده فين؟ في التحكيم الايه؟ الدولي. يعني اذا ممكن يكونوا افراد بس غالبا هيكونوا ايه؟ دول او شركات. ماشي؟ وايلست زي ايه يلا؟ وايل او بط. ولكن بينما the parties to the domestic arbitration will more usually هيكونوا اكثر عاده بايه يلا؟ private individual only. ولا دي القاعده العامه؟ ممكن يبقوا شركات، ممكن يبقوا دول، لكن غالبا هيكونوا افراد. غالبا هيكونوا ايه يلا؟ افراد. فرقنا ما بين الاثنين. طيب بالتالي بما ان في المحلي غالبا هيكونوا افراد، وغالبا الافراد ما يكونوش فاهمين حاجه في القانون ومعهمش مستشارين ومعهمش وزراء ومعهمش، فهيحتاجوا فكره حمايه الايه؟ مستهلك. يبقى فكره حمايه المستهلك تكون موجوده في الدوميستيك ولا انترناشونال؟ دوميستيك. تمام؟ هي فكره ان القانون بيحمي الطرف الضعيف، بيحمي الطرف اللي مش فاهم. لو انت نسيت تتفق على حاجه فالقانون هينظمها لك. لو انت مش عارف تاخد حقك فالقانون هينظم لك المساله حتى لو انت مش فاهم. تمام؟ حتى الحاجات اللي هتنسى تتفق عليها. ده في الباراجراف اللي بعده اللي هي كلمه كونسيومر بروتكشن. تمام؟ نخش على ثيردلي السامز. السامز يعني ايه سامز؟ السامز يا بيه المبالغ. تمام؟ هتكون اكتر فين؟ في الدولي، واقل فين؟ في المحلي. ودي بنقول عليها نسبيا. تمام؟ هتنزل معايا على ثاني سطر خلاص. بيقول لك في الدوميستيك اربيتريشن ويتش ماي كونسيرن، ثاني سطر في ثيردلي ها، ويتش ماي كونسيرن ده مين ده؟ الدوميستيك خلاص. كومباراتيفلي تريفيال ديسبيوت. تريفيال يلا. كلمه تريفيال المعنى الحرفي بتاعها يعني حاجه تافهه. تمام؟ بس هي مش مقصود بها حاجه تافهه، اللي مقصود بها ايه؟ ابسط او اقل. ابسط يلا. ابسط او اقل نسبيا. خد بالك التحكيم المحلي، التحكيم المحلي ساعات بيوصل لمليون و10 مليون ويمكن اكتر. بس مهما التحكيم المحلي كان اكتر غالبا مين اللي اكتر؟ دولي. مش بنتشكل على حته ارض، حته ارض لا تقدر بمال، ما تعرفش تقدرها اصلا. زي ما مثلا النزاع ما بين مصر والكيان الصهيوني لما كنا بنتشكل على طبق، قدر لي كده قيمه النزاع كم مليون ولا كم 100 مليون ولا كم مليار؟ اصلا ما تعرفش القيمه من كتر اهميه الايه؟ ارض. ماشي؟ فمهما كان النزاع في التحكيم المحلي كبير، غالبا التحكيم الدولي بيكون اكتر نسبيا. او نقدر نقول التحكيم المحلي ها العكس بقى، يبقى التحكيم المحلي يلا اقل نسبيا. ماشي؟ يبقى احنا بنعمل مقارنه. فورث
some states ودي بنقول حالات نادرة في بعض الدول the state itself الدولة نفسها or one of its entities أو أحد هيئاتها ومؤسساتها is only permitted بالقانون بتاع الدولة مسموح ليها فقط to enter into arbitration agreement إن هي تخش في يلا في اتفاقات تحكيم فقط في المعاملات الدولية فقط في يلا في المعاملات الدولية in international transaction. طب يا عم لو حصل لك مشكلة محلية إلجأ للقضاء وعامة دي حالة نادرة في بعض الدول مش دايما يعني. خش على بعض يلا. ها هل في اتفاق على تعريف الدولي؟ هل في اتفاق على تعريف الانترناشنال اربيتريشن؟ لا مفيش تعريف خلاص او مفيش اتفاق. طيب خش على الفقره اللي بعدها هنطلع من كلمه انترناشنال كم معنى؟ ثلاثه خلاص. فيرست يلا في اخر فقره فيرست هيبقى ايه؟ النيتشر اوف ديسبيت طبيعه النزاع. دولي لقيت كلمه دولي يبقى انا عرفت ان طبيعه النزاع كبير ودولي خلاص. اتنين هاخد بالي ايه من كلمه دولي؟ انا هنا بعرف انترناشونال بيتشن ولا بفسر كلمه دولي لوحدها؟ كلمه دولي لوحدها ماشي. تاني حاجه استنبطها من كلمه دولي هي جنسيه ان اكيد في كذا جنسيه في الموضوع ماشي. ناشوناليتي اوف بارتيز يبقى سكند هتبقى يلا ناشوناليتي اوف بارتيز. نخش على ثيرد الموديل لا هنختار نموذج غالبا النموذج ده هيكون محايد ومكان محايد تمام كده. يبقى ثيردلي ابروتش او ثيرد ويتش از ذا موديل لا. طب الموديل لا ده هنطلع منه حاجتين. الموديل ده هنطلع منه حاجتين رقم A و B مثلا خلاص. ديبندز اون بليندنج اوف ذا فيرست تو. يعني ايه بليندنج اوف ذا فيرست تو؟ اللي هي النيتشر والناشوناليتي وبناء عليه كمان بنختار البليس اند ذا ريفرنس اوف ذا تشوزن بليس اند ريفرنس يلا choosing place. يبقى بنعمل ميكس ما بين النقطتين الاولانيين first two يعني النقطتين الاولانيين وكمان المكان اللي هنختاره واللي هو لازم يكون no connection او يكون يلا محايد خلاص. ده كقاعدة عامة ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك نحرر نختار اي مكان ماشي. نخش على بعض يلا. true arbitration سهلة دي خالص. true arbitration يلا تحكيم الحقيقي بيعيش حبيبي صح ولا دي معناها يلا مجازا معناها التحكيم اللي يلا العادي خلاص كده normal يعني. وعندك جنبه على طول اميبل كومبوزيشن. اميبل كومبوزيشن وكلمه اميبل لوحدها ليترالي حرفيا معناها ودي بشكل حبي بشكل ودي كده خلاص. لكن كمصطلح على بعضها معناها التحكيم مع التفويض بالصلح. التحكيم يلا يعني احنا هندي صلاحيات للمحكم واسعه مرونه اكتر بحيث ان هو ينجز بحيث ان هو يلا ينجز. هنفهمها بالتفصيل دلوقتي انا بفسر الكلمه بس. ثلاثة عندك كلمة اسمها اكس اكيو اي بونو تمام. ايه بونو ده خلاص ساعات يقول لك بونو 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 يعني ايه تمام بالايطالي وبالاسباني تمام كده. هي اصلا كلمة لاتيني اي اكس اكيو اي بونو تمام. اي دي اصلا اللي هي الاي تي دي في اللاتيني معناها انت ماشي. حرفيا حرفيا نطلع الاول المعنى الحرفي وبعد كده ناخد معناه في التحكيم. معناها من منطلق العدل والخير والسلام والحنان وكده تمام كده. من منطلق الايه؟ العدل والخير. معناها بقى في التحكيم وفي القضاء وفي القانون قواعد العداله والانصاف. قواعد يلا حاجه كده لا سمح الله لو كنت فاكرها من سنه اولى اسمها الايكويتي. حاجه اسمها يلا الايكويتي قواعد العداله والانصاف اللي كانوا بيستخدموها في الكومن لا او في القانون الانجليزي تمام كده. ان القاضي بيعتمد على الصوابق القضائيه. طب لو ما لقاش سابقه قضائيه يبدا يشغل سلطه واسعه سلطه تقديريه واسعه بان هو يعتمد على قواعد العداله والايه والانصاف ويبدا يخترع سابقه قضائيه جديده. ده لو ما فيش سابقه قضائيه يعني تمام. انا ده لو انت فاكرها مش فاكرها ما تفتكرهاش خلاص هنتعلمها من اول جديد. يلا ماشي يلا بينا مبدئيا كده نمسك الترو اربيتريشن تمام. الترو اربيتريشن هو القاعده العامه التحكيم اللي احنا بندرسه طول السنه خلاص اللي بيكون فيه ستريكت رولز اوف لا. ستريكت يلا رولز اوف لا خصوصا ان القانون بيتقسم الى نوعين من القواعد. قواعد بنسميها مانداتوري. يعني ايه مانداتوري؟ مانداتوري يعني ايه مانديت؟ مانديت تاريخ الراجل تمام كده. حطهم جنب بعض مان وديت تمام كده. هي اللغة الإنجليزية لغة هفة ضعيفة لهذه الدرجة إن هم مش بيلاقوا كلام فيلزقوا أي كلام جنب أي كلام يطلع معنى تاني ماشي كده؟ على عكس اللغة العربية السرية يعني تمام؟ مانداتوري رولز يعني قواعد آمرة قواعد يلا آمرة تمام كده؟ كل ده لغاية دلوقتي بفسر كلمات فقط تمام؟ نرجع تاني لموضوعنا. أي قانون فيه نوعين من إيه يلا؟ قواعد. قواعد إيه؟ آمرة متعلقة بمين؟ خالتي خالتك متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالف
تعال نكتب عقد يا باشا كده انك تقتلني، خد 100,000 جنيه وقتلني وانا موافق، هل ده ينفع؟ لا يا جوز يا باشا، انت بتخالف قاعده من النظام العام جريمه قتل، تمام كده؟ ومعظم القواعد الجنائيه اصلا بتكون متعلقه بالنظام العام، تمام كده؟ طيب، وبالتالي خلاص في المقابل في قواعد تانية اسمها قواعد مكمله اللي هم بيسموها الكومبلمنتري، بيسموها الله كومبلمنتري، قواعد مكمله او ننفيها بدل مانداتري تبقى نون مانداتري، قواعد مكمله. حد كده اديني مثال لقاعده مكمله. انا جاي اشتري منك عفش وانت راجل بتبيع عفش مثلا في دمياط، السلام عليكم، بكام يا باشا الانتريدا؟ تمام، اتفضل يا بيه في الانتريدا ب 20,000 جنيه، تمام كده، دفعت ال 20,000 جنيه، مين بقى اللي مسؤول؟ خلاص ده عقد واتفقنا انا اشتري المكان بتاع ده ب 20,000 جنيه، نسينا نتفق على مين اللي هيشيل ومين اللي هيوصل ومين اللي هيتحمل تكاليف النقل والتوصيل، نسينا نتفق. مين المفروض ينقل؟ على حساب مين؟ اللي اشترى. دي قاعده مكمله، قاعده يلا مكمله نسينا نتفق عليها. فالقانون بيقول الشاري المشتري هو اللي يتحمل تكاليف النقل والتوصيل، يبقى سعادتك يا باشا تروح تجيب عربيه نقل وتجيب العفش وتنقله لغايه بيتك ما لم يتفق الاطراف على خلاف. ممكن يقول لك يا باشا ب 20,000 جنيه، تقول لا كتير، تقعد تفاصل معاه، ده عند الراجل اللي قبلك ب 10,000 جنيه، مشاه يا باشا 20,000 جنيه وهجيبه لك لغايه البيت وهطلعه لك لغايه الشقه. فهنا الراجل بيتفق معاك على خلاف ذلك، خلاص ان هو رغم ان هو البياع المفروض انت اللي تنقل الحاجه على حسابك انت المشتري، بس اتفقنا على خلاف ذلك ان هو هيجيب لك الحاجه لغايه عندك. زي النهارده اتصل بتسعه 99 3 9 9 تصلك لحد البيت، تمام كده؟ فهنا هم اتفقوا معاك ان هم يوصلوا لك الحاجه لغايه الايه؟ البيت. طب نسينا نتفق، نرجع للقانون، هنلاقي القانون فيه قاعده مكمله بيقول اللي اشترى الحاجه هو اللي يتحمل تكاليف الايه؟ النقل. سهله دي؟ خلاص؟ كلير؟ نبدا نخش في الشرح يلا. بالنسبه للترو اربيتريشن، خلاص انا عارف ان معظمكم عارف الكلام ده، بس انا هاخد دول عشان اعتبرهم امثله هنشرح بيها دلوقتي، تمام؟ الترو اربيتريشن التحكيم الحقيقي او التحكيم العادي هو القاعده العامه اللي بيكون فيه التزام بالستريكت رولز اوف لا، ستريكت يلا؟ يعني بنلتزم بالقواعد الامره والقواعد المكمله. ينفع نخالف القواعد المكمله؟ اه ينفع نخالفها، ينفع نتفق على ما وخالف. طب نسينا نتفق على حاجه؟ نرجع للقانون نشوفه بيقول ايه. فاحنا هنلتزم بالقانون، هنلتزم يلا بالمعنى الحرفي للقانون او بالمعنى الحقيقي للقانون، ماشي؟ طيب في الاميبل كومبوزيشن والاكس اكيو ايبونو ده معناه ايه؟ معناه ان احنا هنسمح للمحكم بقواعد العداله والانصاف بان هو يكون معاه سلطه اكبر انه يخلص، عشان كده بيسموها تحكيم مع التفويض بالصبح، تحكيم يلا. سؤال، انا وانت بنتشاكل في محكمه على حته ارض والارض بتاعتي وانا عارف ان هي بتاعتي، او بنتشاكل مع بعض في التحكيم والارض بتاعتي وانا عارف ان هي بتاعتي، بس حسيت ان النزاع هيقعد له سنه ولا سنتين، قمت قايل لك ايه؟ بص احنا بنتشاكل على الارض دي بقى لنا كتير، ولو قعدنا في المحاكم او قعدنا في التحكيم الموضوع لسه ممكن ياخد له سنه ولا اتنين، ولو في القضاء ممكن ياخد له 10 سنين. ما تيجي نتصالح، هديك ربع الارض واخد انا ايه؟ ثلاث ارباعها. موافق؟ موافق. قمنا ايه؟ متصالحين. ينفع؟ اه كانه عقد. العقد شرائط الايه؟ متعاقدين. الصلح نوع من انواع العقد، اتصالحنا، لان انا شايف ان انا لو قعدت لسه 3 4 سنين وعبال ما اخد الارض، وعارف ان هاخد ارض هاخدها كامله بس بعد سنتين او 3 أو 4 ولسه هقعد ادفع مصاريف ومحاماه ورايح جاي ومشاوير، فقمت قال ما تيجي نتصالح. والتاني بقى حاطط ايده على الارض ومعاه بلطجيه وقاعد في الارض ومش راضي يسيبها، فقمنا متصالحين، قمنا يلا مرضي مرضي، خلصت. احنا بقى هننقل سلطة الصلح دي لمين؟ للمحكم. هنختار محكم ونقول له بص يا باشا اعمل اللي انت شايفه صح، اللي انت شايفه غلط اعمله، خلصنا بس الموضوع ده، تمام كده؟ خلصنا من الموضوع ده، حتى لو وصلت ان انت يبقى معاك سلطة استثنائية، معاك سلطة يلا استثنائية، تمام كده؟ يبقى اذا بالمفهوم ده الاميبل كومبوزيشن عشان ادي للمحكم سلطة انه يخلص القضية او يخلص النزاع ويخلينا نتصالح ويصفي الموضوع، يبقى هديله السلطه العاديه ولا لازم اديله سلطه اقوى؟ اديله مور باور، اديله يلا مور باور. وبناء عليه هل هيلتزم بالقواعد الحرفيه للقانون؟ لا، تمام كده؟ نو ستريكت رولز، نو ستريكت يلا رولز. احنا شايفين لو التزمنا بالقواعد الحرفيه للقانون هنقعد سنتين ثلاثه والموضوع هيطول والله اعلم هيخلص على ايه. قال لك يا باشا ما تلتزمش بحرفيه ولا بنص القانون، امال التزم بايه؟ امشي عشوائي يعني؟ خلاص؟ قال لك لا، امشي على حاجه اسمها الايكويتي والفير بلاي، امشي على يلا العداله والانصاف، اللي انت شايفه صح اعمله،
تمام كده؟ فكلمة العدالة والإنصاف لما نيجي نشوف الفقهاء هم بيعرفوها ملهاش تعريف محدد قد ما هي بتدي سلطة واسعة لمين؟ للقاضي أو للمحكم، للقاضي أو يلا تمام؟ الفكرة دي عامة مش موجودة عندنا في القضاء المصري، موجودة في القضاء الإنجليزي. لكن احنا بنتكلم عليها دلوقتي من منظور التحكيم، من منظور يلا تحكيم تمام؟ نقول يا باشا اللي انت شايفه صح اعمله. اذا الحكم هيكون مبني على الاكويتابل وبونافيد. بونافيد يعني حسن النية، العدالة وحسن اللي انت شايفه صح من وجهة نظرك اعمله وبناء عليه. خلاص الاميبل كومبوزيشن والاكس ابونو متشابهين في حاجات ومختلفين في حاجات. يلا تعال نطلع التشابه الاول. هل الاثنين ستريكت ولا نوت ستريكت؟ نوت ستريكت تمام كده، يعني ما بيلتزمش بحرفية النص بتاعت القانون، بس فيهم واحد مرن والتاني اكثر مرونة. تمام كده، تعال نشوف الاميبل كومبوزيشن اللي هو معنى ايه. التحكيم مع التفويض بالايه، يعني باشا حكم بس انجزنا وخلص. قال لك ماشي، هل في التزام بالقانون؟ اه باشا في التزام بالقانون. طيب هل هتلتزم بالقواعد الامرة؟ طبعا يا باشا احنا لنا القواعد الامرة على دماغنا من فوق. طيب في الاميبل كومبوزيشن امال فين عم شاري السلطة الاستثنائية؟ تمام، قال لك من حقه في القواعد الايه بقى؟ المكملة. المكملة اللي هي مانداتوري ولا نون مانداتوري؟ نون مانداتوري. انه اي قاعدة مكملة يقابلها يعدل فيها او يتجاهلها. يعدل فيها ويلا. فمثلا احنا الاثنين كنا متشكل على مين هيوصل الحاجة، فالقواعد المكملة بتقول والله يا باشا اللي اشترى هو اللي يوصل على حسابه، اللي اشترى هو اللي يوصل. اما الراجل شايف قال لا، الراجل المشتري ده انتوا نسيتوا تتفقوا على التوصيل. لو رجعنا للقواعد المكمله يبقى المفروض اللي اشترى هو اللي يحاسب على التوصيل. بس انا شايف ان الانتريه ده اللي انت اشتريته ب 20,000 وانت دفعت فيه مبلغ اكبر من ثمنه بكتير، ده ما يسواش الا 10. خد بالك بقى، هنا بقى سلطه استثنائيه لمين؟ للمحكم. انا شايف ان بتاع العفش اللي انت اشتريته ده هو تمامه 10,000 ولكن الراجل دفع فيه كام؟ 20. فانا شايف ان من العداله والانصاف ان احنا هنتجاهل القاعده المكمله دي وارضاء للراجل الغلبان ده. لا يا باشا وصل له انت الحاجه على ايه؟ على حسابك. فهنا بيخالف قاعده رغم ان هم ما اتفقوش عليها. يبقى احنا سلطه استثنائيه اديناها لمين؟ للمحكم. هل المحكم يقدر يعمل كده من تلقاء نفسه؟ ولا لازم نكون مدين له السلطه دي؟ يبقى لازم من الاول اطراف النزاع يتفقوا ان احنا هنمنح للمحكم سلطه اسمها الايه يلا؟ الاميبل كومبوزيشن. مجرد ان احنا منحناه سلطه الاميبل كومبوزيشن يبقى احنا بنقول له علني وصراحه باشا من حقك تتجاهل القواعد المكمله، من حقك تتجاهل القواعد يلا. المهم ايه؟ تخلص. المهم ايه؟ تصلح لنا الموضوع ده تمام او تنهي الموضوع. فالمقصود بالصلح هو انهاء النزاع. ماشي. طيب في سلطه اوسع؟ في الاكس ايكيو اوبونو، يعني قواعد العداله ويلا والانصاف. تمام، بنقول عليها مبدئيا كده ان احنا مش هنلتزم بالقانون، اوت اوف لا، اوت اوف يلا. يبقى مبدئيا كده لن يلتزم بالقانون، امال يلتزم بايه؟ خلاص. طب القواعد الامره المانداتوري رولز ريجارد ولا ديس ريجارد؟ ديس ريجارد، هتجاهلها. طب القواعد الغير خلاص امره اللي هي القواعد الايه؟ اذا كان تجاهل الامره هيعمل ايه بقى في المكمله؟ هيتجاهلها كمان. يبقى من حقه ان هو يتجاهلها، امال هيعتمد على ايه؟ لا قانون ولا قواعد امره ولا قواعد مكمله، هيعتمد على ايه؟ على الحظ. تمام، هيعتمد على الاخلاق مبادئ يلا. المورال برينسيبلز، هيعتمد على المورال برينسيبلز وهيعتمد على حاجه اسمها السياسه الدوليه، السياسه يلا الدوليه او الاخلاق الدوليه بمعنى المتعارف عليه في العالم، المتعارف عليه يلا في العالم. خلاص، دي حيله استخدموها بتوع التحكيم ان احنا ندي سلطه استثنائيه لحد. على سبيل المثال انا وانت بنتشاكل فرحنا مثلا لايه؟ لكبير العيله، احنا مش عارفين هيقول ايه؟ ولا هيطبق قانون ولا هيطبق عرف ولا هيطبق حاجه، هو هيطبق اللي على مزاجه. فقبل ما نروح له بص يا عم الحاج احنا راضيين باي حاجه هتعملها. ماشي؟ الحق بيقول مثلا ان الغلط يدفع تعويض. الحق بيقول مثلا لو مش انا بالقانون، خلاص؟ القانون بيقول ان الارض دي تتقسم بالنص او الارض بتاعت احمد مش بتاعت شاهد. انا جيت كبير قام قايل لا 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 انا شايف ان ايه؟ واحد ياخد الارض والتاني يدفع له فلوس. يا عم طب ده مش بالقانون، بس انا شايف كده. انت طول عمرك ظالم ومفتري، جه الوقت ان انت ايه؟ تيجي على نفسك شويه. فهنا احنا كبير العيله سمعنا كلامه مع انه لا مش لا بقانون ولا بعرف. فهي شبه كده ان احنا جبنا لنا واحد كبير بس ايه؟
بس يخلص تمام. يبقى لو مشينا على ترو اربيتريشن هنمشي على ايه؟ لو مشينا على ترو اربيتريشن هيبقى فيه قانون وهيبقى فيه قواعد آمرة وهيبقى فيه كمان قواعد مكملة. طب لو مشينا على الاميبل كومبوزيشن هيبقى فيه قانون وقواعد، لكن المحكم من حقه يتجاهل فقط القواعد مكملة. طيب لو مشينا على الاكس اكيو ابونو يعني قواعد العداله والانصاف، اللي هو شايفه صح يعمله، يعمل اي حاجه، المهم يبقى ماشي بالايه؟ بالاخلاق. طب الاخلاق دي ملهاش ماسكه على فكره، السياسه الدوليه ملهاش ماسكه، يعني بيرى بيعمل ما هو ما يرى ايه مناسب من وجهه نظره. فاذا احنا هنا بنديله سلطه واسعه جدا يعمل اللي هو عايزه بالبلد، خلاص. المهم ان هو يخلص، المهم انه يخلص النزاع. يبقى الحكمه من هنا هي المرونه والسرعه في ايه؟ في حل النزاع، تمام. طب سؤال، هل من حق الاطراف يتفقوا على التشكيل ده الاميبل او الاكس ايبورو؟ اه بالاتفاق. طب نسوا يتفقوا، ما حددوش هو اميبل ولا اكس ايبورو، يبقى المفروض التحكيم يبقى ايه؟ يبقى ترو. يبقى التحكيم هو دايما ترو، التحكيم هو الله، الا الاطراف اتفقوا على خلاف زي واختاروا الايه؟ النموذج ده او النموذج ده. طب نسوا يتفقوا على النماذج دي، يبقى التحكيم هيكون ايه؟ عادي، المحكم يجي يلتزم بالقانون عادي. ماشي، نقرا يلا مع بعض. One of the main characteristics، احد اهم الخصائص، اول باراجراف بيتكلم في قاعده عامه اللي المفروض التحكيم موجود عشان يدينا ايه في ثاني سطر. يلا، حكم نهائي وايه وملزم، فاينل وبايندينج. فاينل يلا ماشي. اول باراجراف انا في الصفحه رقم 27، اول باراجراف ترو اربيتريشن. خلاص، احد اهم خصائص التحكيم ان هو ليه طابع قضائي. ازاي ليه طابع قضائي يا شادي؟ يعني في شبه من القضاء، في شبه من يلا لي جوديشال نيتشر. جوديشال يلا، ايه الحته اللي في التحكيم شبه القضاء؟ ان احنا بنختار القاضي. لا، ما حدش بيختار القاضي، دي اختلاف. المحكم احنا بنختار، لكن ايه التشابه اللي واضح قوي ما بين التحكيم والقضاء؟ ان الحكم بيكون نهائي وملزم، تمام كده. فاينل وبايندينج. فاينل يلا، ان التحكيم بيديك حكم نهائي وملزم من اول درجه، القضاء برضو بيديك حكم نهائي وملزم بس بعد ايه؟ درجتين والنقد والكلام ده كله، بس بيوصلك في الاخر لحكم نهائي وملزم، تمام؟ ده معروف يعني. نخش على بعض يلا. مقابل بقى ان احنا نوصل لحته حكم نهائي وملزم، نعمل اي حاجه، حتى لو هندي للمحكم سلطه اوسع، تمام كده؟ اذا بيقول لك in respect of the amiable composition and arbitration ex aequo bono it should be noted that are variations. يعني variations، variation جاي من verb اسمه vary، vary يعني change، vary يعني change. فلما قلنا الحاجات دي تعتبر variation من الكوميرشال arbitration، يعني هي اشكال اخرى للتحكيم، اشكال يلا اخرى للتحكيم، تمام، اشكال اخرى من التحكيم. in which the parties expressly agree، لازم يتفقوا عليه صراحه، لازم يتفقوا عليه صراحه. طب لو نسوا يتفقوا يبقى نرجع للتحكيم العادي ترو، تمام كده. وبالتالي يتفقوا صراحه على ان الاربيتريتور از نوت، دي اهم ما يميز الاثنين دول، ده تشابه ما بين الاثنين ماشي، از نوت باوند باي ستريكت رولز اوف لو، مش هيلتزم التزام حرفي بنصيه الايه؟ القانون. امال هيلتزم بايه؟ ايكويتي وفير بلاي، او ان الحكم هيكون مبني على ايه؟ الله، اكويتابل وبونافيد، يعني مبني على العداله وحسن الايه؟ النيه، ان احنا واثقين في الراجل ده اللي هو شايفه صح يعمله، تمام كده؟ نخش على بعضه. If the arbitrator acting، احنا طلعنا التشابه ما بين الاثنين، ان الاثنين فيهم يلا اكثر مرونه، الاثنين يلا اكثر مرونه. نمسك بقى الاميبل لوحده. If the arbitrator acting اخر باراجراف as an amiable compositor، يعني احنا فوضناه بالصلح، فوضناه يلا انه ينجز يعمل ما يراه مناسبا. اذا هي از ديسايدنج ذا ديسبيوت اكوردنج تو ايه؟ لا، ملتزم بالقانون، ماشي، ماشي على ليجل برنسبلز، اه ماشي على ليجل برنسبلز، ومع ذلك نيفر ذا ليس احنا فوضناه وصرحنا له، تمام؟ اوثورايزد تو موديفاي ذا افكت اوف مين؟ كل القواعد القانونيه ولا النون مانداتوري؟ اللي هي تعتبر كومبلمنتري، تعتبر يلا كومبلمنتري، اللي هي القواعد الغير امره، اللي هي القواعد الايه؟ المكمله، تمام؟ نخش على بعضه يلا. بات اكس اكي اوبونو، اللي انت شايفه صح اعمله. المهم خلصنا من المصيبه دي. از ا ديسبيوت سيتلمنت، يلا، بيعتمد على المورال ولا الله ولا الاخلاق اكتر؟ مورال. يبقى اوت اوف لو، اوت اوف يلا لو، اكوردنج تو مين بقى؟ مورال برنسبلز، هيعتمد اكتر على قواعد اخلاقيه، خلاص، بيزد اون فير اند جاست مورال. يعني ايه فير اند جاست مورال؟ خلاص، قواعد الاخلاق الانصاف وقواعد العداله.
برضو لما نيجي نشوف ايه هو تعريف العدالة والانصاف اللي هي بتختلف من شخص لشخص، فاحنا بنقوم جايبين التاريخ والسي في بتاع المحكم ونشوف القضايا اللي قبل كده حكم فيها حكم ازاي، واحكامه دي كويسة والناس بتشكر فيه ولا لا، وهل فعلا هو عنده وجهة نظر بيقدر يكونها يخلص بيها النزاعات بسرعة، نقوم مدينه السلطة الايه الاستثنائية دي. تمام. and commercially accepted principles، والمبادئ المتعارف عليها. تمام. an arbitrator deciding as ex equo bono is allowed to، ايه بقى الله مسموح له بايه؟ يعمل كل حاجه واي حاجه. تمام. خد عندك an arbitrator deciding as ex equo bono، يعني ايه ex equo bono؟ اللي هو بيحكم وفقا لقواعد العداله والانصاف. is allowed to disregard، disregard انه يتجاهل، not only but also، not only مين بقى؟ عارف؟ عارف هو كده من وانا في اولى سنة. تمام كده يلا. not only ايه؟ المانداتوري، لا وكمان النون مانداتوري، يقدر يتجاهل القواعد الامره وكمان يتجاهل القواعد المكمله. تمام؟ not only the non mandatory rules but also the mandatory rules او the mandatory provisions as long as، بشرط ان يحترم السياسه الدوليه والاخلاق الدوليه، بشرط انه يلا يحترم الانترناشونال بابليك بوليسي او يحترم المورال ايه برنسبلز. تمام. موست اربيترال ستاتيوتس، معظم القواعد والتشريعات بتاعه التحكيم allow the parties to provide، معظم التشريعات في معظم دول العالم بتسمح للاطراف ان هم يتفقوا على ده. يعني ايه يتفقوا على ده؟ يعني ان هم يدوا المحكم سلطه اكتر، معظم القوانين بتسمح بده. allow parties to provide the tribunal، مين tribunal؟ هيئه الايه تحكيم اللي هم المحكمين يعني، with the power، المقصود هنا الباور اللي هي السلطه الاستثنائيه، to decide amiable compositor او ex equo bono that allow the decision other than، اللي بتسمح بان الحكم يكون بطرق اخرى غير الاستريكت. غير يلا الاستريكت هو ان انت تلتزم بالقواعد الامره والايه والمكمل، فانا هسمح لك ان انت تحكم بقواعد اخرى other than via strict application of law. كلمه via ده حرف جر زيه زي باي بالظبط، via حرف جر preposition زيه زي يلا، فانا هسمح لك بطرق اخرى غير الطرق الايه الاستريكت، يعني طرق not strict. طب ما نجيبها لك كده بكلمه واحده، طالما هي not strict يبقى هي ايه؟ حاجه مش جامده او مش التزام حرفي، يبقى مرنه، يبقى يلا يبقى الطرق دي ايه فليكسبل. ها مين الاكثر مرونه، الاميبل ولا الاكس اي كيو؟ الاكس اي كيو. تمام. لكن الاثنين مرنين، في واحد مرن وفي واحد اكثر مرونه. تمام. عامه بيجي الاخر يقول لك ايه ذا تريبيونال، هيئه التحكيم من نفسها كده فجاه انا مش هحترم القواعد الامره ولا المكمله واللي انا شايفه اي على مزاجي اعمله. لا يا باشا، الاطراف ما سمحولكش بذلك، لازم يكون الاطراف متفقين صراحه على ذلك. يبقى هيئه التحكيم كان نوت ادوبت ساتش ابروتش، ما نقدرش نتبع مثل هذا التوجه يونيلاترالي، باراده منفرده. يا جدعان انا شايف كده ولو حكمنا بكده هننجز، حبيبي احنا ما سمحنالكش بالسلطه الايه الاستثنائيه، يبقى مش من حق المحكم باراده منفرده ولا هيئه التحكيم باراده منفرده ان هي تعمل كده. خلاص. without authorization، without يلا يبقى لازم يكون في ايه authorization. authorization ده يجي من مين؟ اطراف البارتيز، بالظبط الاطراف. تمام كده. such powers depend on entitlement، تعال نحط الشرطين، الشرطين اللي على اساسهم يمكن بالتحكيم الاستثنائي او التحكيم المرن. ايه رايكم من قبل ما تقروا؟ على اي اساس اسمح للاطراف او اسمح بفكره الاميبل والاكس اكيوبون؟ اولا لازم يكون القانون بيسمح بذلك، وقلنا معظم التشريعات بتسمح بذلك، معظم تشريعات التحكيم في العالم بتسمح بالسلطه الاستثنائيه. يبقى هل القانون بيسمح ولا ما بيسمحش؟ طب القانون بيسمح، بيدي الامكانيه، ناقص ايه؟ اتفاق الاطراف. اتفاق يلا الاطراف. يبقى عندنا شرطين، تمام، نسميهم سي 1 وسي 2. يلا فكره ان احنا نوصل للتوجه الاستثنائي ده معتمد على واحد entitlement under the relevant arbitral statutes او arbitral rules. يعني entitlement مدى الامكانيه، مدى يلا هل القانون بيسمح بذلك ولا لا. تمام. اثنين selection to that by the parties، selection to يلا وان الاطراف يختاروا كده، يختاروا الطريقه دي، ماشي، selection to that. ومع ذلك خلاص الفقره الاخيره دي او السطر الاخير ده هنعتبره استثناء. يبقى اللي فات ده القاعده العامه، يبقى لازم يكون عندي كم شرط؟ اثنين، القانون بيسمح بكده خلاص والاطراف اتفقوا على كده ان التحكيم يبقى مرن، التحكيم يبقى الله مرن خلاص. ولكن استثناء although، ومع ذلك some statutes، بعض التشريعات اكتب لي جنبها دي استثناء، expressly empower the tribunal، ان احنا نوصل لهذا الغايه او هذه الغايه regardless the wishes of the parties،
بدون رغبة الايه؟ الاطراف. ماشي؟ وده نعتبره استثناء. لكن القاعدة العامة اللي الدكتور ركزت عليها قوي، الدكتور ركزت اكتر على القاعدة العامة، لازم يكون القانون بيسمح ويكون الاطراف ايه؟ اتفقوا. طب في بعض التشريعات بتسمح بان المحكم يكون معاه سلطة استثنائية حتى بدون رغبة الاطراف؟ في بعض التشريعات، في يلا بعض التشريعات استثناء كده. ان هيئة التحكيم من نفسها يكون دايما معاه سلطة استثنائية، ده استثناء. لكن القاعدة العامة لازم يكون عندنا كام شرط؟ ايه هما تاني؟ هاتهم لي بمصطلحات، عايز مصطلحات، انا عارف انك فهمتهم. يكون في انتايتلمنت، يكون في يلا. والشرط الثاني سيليكشن. يعني ايه انتايتلمنت؟ القانون بيسمح بهذه الامكانيه، وسيليكشن يعني الاطراف يختاروا الطريقه دي. ماشي؟ طب نسينا، يبقى نرجع لمين؟ ترو. يبقى التحكيم يكون ترو. ماشي؟ اخر حاجه، وهتلاقوه مقارنه صعبه جدا جدا زي ما انتم شايفين، كبيره جدا. تمام؟ اربع خمس سطور تقريبا. ماشي؟ ناخد حاجه بقى سهله بقى. ايوه، مش كله ضرب ضرب كده، مفيش شتيمه. تمام؟ نشتم شويه. يلا. فولانتري اربيتريشن. يعني فولانتري اربيتريشن تحكيم بالاختيار او التحكيم الاختياري، خلاص. ومانداتوري. كلمه مانداد اصلا معناها امر. ماشي؟ فهنا مش مقصود بقى قواعد امره قد ما مقصود بتحكيم اجباري. تحكيم يلا اجباري، المصطلح هنا معناه يتغير. مانداتري اربيتريشن. فاقول لك يا باشا هنلجا للتحكيم، التحكيم شعره كله بالايه؟ بالحب، كله بالاتفاق. يبقى التحكيم في اصله انه ايه؟ اختيار. فده هو القاعده العامه، يعني الاطراف اجري، الاطراف يلا اجري، وده هو القاعده العامه. اللي نادر بقى ورير يكون بالامر، ان المحكمه تؤمرك بحكم قضائي، تقول لك روح خلص الموضوع ده بالتحكيم. فانا مين اللي بيامرني؟ القضاء بحكم محكمه، مش حلت لي المشكله، لا، ده المحكمه قالت لي روح خلص المشكله دي بالتحكيم. يبقى انا كده غصب عني كاطراف اتحكم علينا ان احنا نروح لايه؟ للتحكيم. او في بعض القوانين في دول زي امريكا يقول لك بعض الانواع من المنازعات ما تروحش للقضاء، المنازعات دي اجباري لازم تروح لمين؟ للتحكيم. يعني مين هنا اللي اجبرني؟ انا اللي اخترت، ولا في هنا قانون هو اللي امرني اداني اوردر ان في بعض الانواع من بعض المنازعات لازم نلجأ لمين؟ للتحكيم. طب ما فيش مثال لنا هنا في مصر؟ بعض المنازعات في القطاع الايه؟ العام، خصوصا لما تكون المشكله ما بين وزاره ووزاره او محافظه ومحافظه، يبقى بعض المشاكل بتاعه القطاع الايه يلا العام. في مصر لما تكون المشكله ما بين قطاع عام وقطاع عام، القانون المصري بيجبرنا ان احنا نلجأ لايه؟ للتحكيم لما تكون المشكله داخل القطاع العام. تمام؟ في بعض المنازعات. يلا voluntary arbitration and mandatory arbitration. خلاص نخش يلا على ثاني باراجراف، بيقول لك فيه voluntary فيه mandatory. سبحان الله. يلا voluntary arbitration as the name indicates، زي ما هو باين من الايه؟ من الاسم. as the name indicates باين جدا ان هو voluntary agree، ان الاطراف voluntary يلا agree to submit the dispute to arbitration، يعني احنا نخضع النزاع للتحكيم، مفيش اي حيله يعني. خلاص الاختياري معنا احنا بنتفق اختياريا، بنتفق يلا بارادتنا، ده في الفولانتري. خش على اخر فقره. وايل المانداتري اربيتريشن ريفيرز تو لا اوردر او كورت اوردر، ان المحكمه هي اللي تامرني او القانون هو اللي ايه؟ يبقى احنا ما اخترناش، القانون والقضاء هو اللي بيوجهنا. وقفنا عند كلمه اوردر. ماشي؟ فلازم يكون في ايه؟ اوردر. الاوردر ده هيكون اتفاق ولا امر؟ امر. مين اللي هيامرك؟ يا القانون يا امر محكمه او حكم محكمه. That required the parties to arbitrate، بيأمرنا specific types of disputes. والجملة اللي جاية دي الدكتور مزودها في المحاضرة، خلاص، ومهمة، وأعتقد إن هي ممكن تيجي سؤال في الامتحان. إمتى بقى بيكون التحكيم مانداتوري؟ في بعض المنازعات في القطاع العام. كلير النقطة دي؟ ماشي.